طيب شريفة من نعمة، دكتور شيخ نعمة بالسلام، سألت عن صلاة الفجر. نعم، نعم، ركعتا الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. أمتنا المسلمة الآن مهددة في أسرها، فلننتبه جيدا. ربنا قال في سورة البقرة في الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مرة كنت عند الحفاف، أنا عند الحفاف في الحي، في حفاف كانوا يحفوا قبلي وكان يقصروا على الطول هكذا السلعة وقالوا جيبوا منا مع الشامبيونز ليغ، هم يحكوا، المهم هم يحكوا على الدنيا. خلاص جات دارتي هنا باش نحفف، قعدت، قال لي واش الشيخ، قال لي ما يبقى في الواد غير حجار والدنيا فانية. قلت له انت تشوف فيا قبر راك تكملوا في الورد ديالي مسخربية. قلت له غير لحقت لعندي ما يبقى في الواد غير حجار، انا ما نديش عافر معاك، ما نخش الطور كنشري سلعة والو، ما ولا انا نخدم حجر تاع تيمهم نبيع النعش. قلت له سما نقعدوا هكذا الضومان ديالنا النعش، شغل نغسلوا الموتى وشغل هكذا الاخيرة بقي لي قرعة ما، وانتم ديروا شوية عمار كاري هكذا تصور. قلت له شو التصور ديالك؟ قلت له علاش انت؟ قال لي لا. قلت له لا لا ما ترجعنيش انا هكذا، ما تشوفنيش، ماشي غير تشوفني، تشوف زعما شغل مالك الموت وكذا وتقول لي ما خاطيني. لازم نفهموا بلي الحياة تاعنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيدا في حياته، الصحابة كانوا يستمتعون بحياتهم، ولذلك ربي اللي خلقك هو اللي قال لك لنحيينه حياة طيبة، هو اللي قال لك ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو اللي قال لك كما نقول لك حنا يفتح عليك أبواب الدنيا والآخرة.